قالت لي انت صحفيه حسي له. المراه هذه متعرضه للمظلمه في ولايه بن عروس، عندها معهد المعهد التونسي للصحه بمجرين، تعرض الى قرار غلق مفاجئ من طرف السيد الوالي. السيد الوالي اللي قام بهذا والي بن عروس اللي قام بغلق هذا المقر، نحب نذكره، معناتها خذيت انا ما عندها ديتاي وعندنا الاحكام بدون اي سبب، بدون اي سبب. هاني قلت لك قرار تعسفي معناتها بلا هذه حاجه. وثاني حاجه يا سيدي، على فرضيه انه هو كانت عنده اسبابه، كيف المحكمه الاداريه تصدر قرار بنقض قرار غلق؟ من المفروض السيد الوالي بن عروس في إطار احترام مؤسسات الدولة اللي نحكيو عليها والعدل والعدالة والإنصاف اللي نهار كل سيد الرئيس يحكي عليهم، يحترم قرار المحكمة الإدارية. معناتها السيد الوالي بن عروس ما نحبش ندخل في ديتاي، هي صاحبة المشروع هي بيدها، صاحبة هذا المركز هي بيدها تنجم تحكي فيهم، لكن اللي نحب نقوله أنه إذا احنا نحب نعطيه المثال للمواطنين للامتثال للقانون، من المفروض من هم على رأس السلطة يكونون أول من يمتثل للقانون. ويا سيد ولي بن عروس، بن عروس ليست إمارة، بن عروس هي ولاية تونسية تابع الدولة التونسية، وراهو من كيف زاد ما نحبش ندخل في كثير من الاحاديث اللي نسمعوهم على بعض الممارسات الغير مشرفه لاول مسؤول ممثل للدوله التونسيه في اي جهه كانت. دونك انا مانيش ندخل في هذا، انا ندخل في اللي فيه، واللي فيه عندنا حكم صادر موجود عندنا منه كوبي هوني في شمس. وهذه المراه حكيت حتى في اذاعات اخرى، هل انه يا سيد الرئيس، وهوني بالحق باش نتوجه رأسا إلى سيد رئيس الجمهورية، هل أن أصوات المواطنين التونسيين غير مسموعة؟ خاطر إذا احنا كل هذا نعمل فيه لإنصاف المواطن، لحماية المواطن، لإعطاء المواطن الأمان القانوني، باش نقوله للمواطن ما تمشيش من بلادك، اقعد هوني واخدم. المركز هذا اللي يتخرجوا منه الكل يلقاو مواطن شغل، والمركز هذا وقع إغلاقه التوا. هاني قلت لك ما فماش سبب مقنع، نجمو نكلموا صاحبه هذه هذا المركز، هي بيدا تنجم تعطينا بلوس دو ديتاي. وماذا بينا السيد والي بن عروس هو بيدو يفسر لنا كيفاش ياخذ القرارات هذيا وما يطبقش قرارات المحكمه الاداريه. بربي قبل نتمنى انه يتم الاتصال بالسيد والي بن عروس ويشرح لنا نقطه وجهه النظر، ياخذ حق الرد والى اخره. والحاجه الثانيه انا ما عنديش فكره على الموضوع، اما انا نقول انه اي تعسف واي عدم احترام لقوانين يعني لقرارات المحاكم وخاصه المحكمه الاداريه في 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 موضوع ليس له علاقه بداخل الإدارة ولكن في موضوع نقد قرار إداري، عدم احترامه هو مؤشر خطير على انهيار احترام مؤسسات العدالة في تونس. وأنا ننبه السيد الوالي أنه ملزم أنت باحترام قرارات المحكمة الإدارية. نتجاوز تود سويت شمس.